اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واشرب عنا قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك توابين، إليك أواهين منيبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة والمشركين، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عفوك يا رحيم عفوك يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.